السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هو تكملة الفيديو امبارح، هو عن روتين الشهر او العناية بالشهر. هنكمل الروتين النهاردة. هتكلم معاكو عن مجموعة شامبوهات. انا طبعا سبق قبل كده وحكيت لكو عن مجموعة شامبوهات تانية، بس كانت من الانواع الغالية واللي مش ممكن تلاقوها في اي حتة. النهاردة هكلمكو عن مجموعة تانية ممكن تلاقوها في اي حتة، ممكن تلاقوها في السوبر ماركت العادي، يعني من المجموعات الرخيصة اللي سهل تلاقوها في اي مكان. النهاردة هكلمكو عن منتجات مينك. اكيد انتوا سمعتوا عنها قبل كده، اكيد شفتوها ولا مرة، اكيد جربتوها ولا مرة، بس انا هتكلم معاكم عنها النهاردة بوضوح. خليني اتكلم معاكم الاول عن المجموعة اللي مع بعضها. زي ما انتوا شايفين كده، دي مجموعة ثلاثية، هشرحها لكم بالتفصيل. اول حاجة قدامكم هنا دي ده الهير تريتمنت، اللي هو ده الشامبو. تمام، لما نلفه كده شوية هنلاقي هنا الكونديشنر او البلسم، ولما نلفه هنا كمان هنلاقي الشاور جل. مجموعة مينك فيها كذا نوع، مش بس النوع الموف، بس انا حبيت انا جبت مجموعة الموف دي علشان فيها كل حاجة، يعني مثلا الشاور جل بزيت المينك والبابايا والكونديشنر بزيت المينك وزيت الحية، والشامبو برضو بزيت المينك وزيت الحية. ريحتهم حلوة، نتيجتهم هايلة وفعالة، ينفع جدا في الصيف، وخصوصا احنا بناخد شاور كتير في الصيف. الشامبو خفيف، مفيهوش كيميكس كتير، مفيهوش حاجات ممكن تأذي الشعر كتير. غير ده انا شكرت لكم قبل كده كذا مرة في الحمامات الكريم بتاعة المينك، وقلت لكم قبل كده ان هم بيعملوا عروض. العلبة الكبيرة دي اللي هي 1000 ملي يجي معاها واحدة تانية صغيرة، بس تبقى من نوع تاني. يعني انا عشان خلصتها ورميتها فمش موجودة عندي، بس انا حبيت اكلمكم عن المينك او منتجات مينك، لانها منتجات هايلة جدا. انا ما جربتش حمامات كريم قوية قد ما جربت حمامات الكريم بتاعت المينك. انتي بقى اضرب شعرك، يعني مثلا شعري كان بيتساقط، فبحاول استخدم ده مع الحقن اللي انا شرحتها لكم في الفيديو اللي فات، ولو ما شفتوش هسيب لكم الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس. فبستخدم ده، فالعلاج بيبقى هايل، شعري تقل، بطل يتساقط، طول شوية الحمد لله، فالموضوع بقى حلو. الحاجة في برضو في موضوع منتجات المينك دي ان هي رخيصة ومش غالية زي ما الناس متخيلة. يعني انا على ما افتكر ان دول كانوا بعرض ب26 جنيه، دول يعني اللي انا فاكرية تقريبا، ممكن يكونوا كان مثلا حاجة و30، مش فاكرة بالظبط. وده برضو كان معاه واحدة تانية صغيرة، منتج تاني، تحس ان هما بيكملوا بعض. هايلين جدا جدا جدا. لو حابة انك ترجعي شعرك، ترجعي له الحياة، اكيد 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 هنصحك بالمينك. منتج رخيص، موجود في اي حتة، تقدري تحصلي عليه من اي سوبر ماركت كبير او اي صيدلية كبيرة هتلاقيه، وكمان سعره قليل جدا على انك تفكري ان ممكن يكون غالي. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى انه يكون عجبكم، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.